يحلم زي ما بيشوف، زي ما هو ذكر نقطة مهمة، الميديا الآن في يده سهلت له إنه يشوف العالم، بالتالي هو عايز يبقى عايش زي العالم. وفيهم كتير حتى اللي مش بالميديا اللي عايش برا، وجالي واقع غير، يعني الناس اللي جاية من أمريكا من لندن بيقولوا في الجامعات شايفين الحرية بتاعت الإنسان وكرامة الإنسان اللي هي أول. يلا المرحلة حقت الشباب دي المرحلة اللي بتتبع الطفولة. تمام؟ فانت الوقت ده البني ادم ذاته او الانسان في ذات نفسه لما يحس انه خلاص بقى شاب بيحاول يكون من مقدراته، بيحاول يكون من اساسياته هل هو ماشي في الطريق الصح او الطريق الغلط. والكلام ده بيتحيط به ولازم البيئه حقته لو كانت مناسبه وكويسه ومسهله وكل الوسائل وكل الحاجات، يعني بيقدر يعني يبدع. في ناس حاسه شباب كتار عندهم يعني امكانيات وعندهم حياه كثيره وعندهم طموحات داخليه وافكار دايرين يطلعوها من جواهم، لكن البيئه المحيطه لهم ما مساعدهم. فبنصدموا بعض مرات لما يجي مثلا زول يكون درس برا وجاي راجع ببيئه هم بيعينوا له بيحاولوا دايرين يسووا زيه، لكن في نفس الوقت هون البيئه المحيطه بهم او الاستطاعه ما كانت كافيه.